مواعيد. نهار الجمعة 16 مارس عندكم موعد مع الدورة الثالثة لبانوراما الفيلم القصير في تونس العاصمة. أكثر تفاصيل باش تكون مع المشرف على التظاهرة كمال عويج. مساء النور. السلامة. مساء الورد والياسمين. مرحبا بك انت سهر. مرحبا لضيوفك. مرحبا لكل المستمعين إذاعة الوطنية الأم البديين. إذا دورة أولى في العاصمة، دورة ثانية في مجاز الباب، وترجعوا لتونس العاصمة في دورة جديدة وبرنامج متنوع. التفاصيل مع كمال. أول حاجة شكرا على الاستضافة انت سهر. كما قلت الدورة الأولى عملناها في العاصمة، والدورة الثانية عملناها في مجلس البيت، والدورة الثالثة كانت للعاصمة. على خلت هناك كثير من الناس قاعدين يطلبوا منا مالت نحبوا مثلا ترجع المهرجان في العاصمة، لبينا رغبات عشاق الفن التابع من مفاجآت يتزامن ثلاث أفلام مجتمع بين ثلاث أفلام تونسية، فيلم جزائري وفيلمين من فرنسا، طبعا فيلم من تونس فيلم وويخ لأشرف الشغمون، طبعا فيلم كاسكيت أماني مكي، فما إيفوغي لنور سيراي. هذوما ثلاثة مشاركين من تونس. أما مشارك يومان لعصام تعشيد الكير صيفك الأسبوع الماضي. متبع كلاكيت، تعرف الضيوف متاعنا. ايه بتبع كلاكيت. وأيضا في عنا سوس أفلام من فرنسا، لو مسكل دو لا بي ليونيل فيرل. وأخيرا فما فيلم قصير يحمل عنوان با دو شانس لإريك شكلان. الموعد إن شاء الله يوم الجمعة 16 مارس 2018 على الساعة 6 مساء. كمال عويج المشرف على تظاهرة بانوراما الفيلم القصير، شكرا لك. شكرا إليك وتحية لكل فريق العاملين برنامج كلاكيت.